للمزيد ينضم إلينا الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير الجمهورية. أستاذ أشرف برحب بحضرتك إلى هذه الجولة الإخبارية، ونحن نتحدث عن زيارة السيد الرئيس إلى إريتريا. دائما ما يكون لهذه النوعية من الزيارات ولتوقيت هذه الزيارات الكثير من الدلالات أستاذ أشرف. أعتقد بالقطع هنالك العديد من الدلالات لهذه الزيارات المهمة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى عمق الأمن القومي المصري في قارة إفريقيا. في حقيقة الحال عندما ننظر إلى تلك الزيارات منذ تولى الرئيس السيسي المسؤولية وحتى الآن نجدها تستحوذ على نصيب الأسد من زيارات الخارجية للرئيس السيسي. الدلالات لهذه الزيارات، أولا هنالك دلالة مهمة من وجهة نظري، وهي أنه في خضم التطورات الكبيرة والمتسارعة والأحداث الجسام التي يشهدها منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة وفي لبنان الشقيقة، عندما يكون هذا الصراع على هذا النحو ويذهب الرئيس السيسي مباشرة إلى إريتريا للقيام بهذه الزيارة، فمعناه أن هذه الزيارة على درجة موازية للاهتمام المصري بالقضايا المحيطة به، وهذه المسألة تعكس إلى مدى أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت. ثانيا، في حقيقة الحال وعلى مدار عقود وعقود، طالما أخذنا في التأكيد على فكرة أن على الدولة المصرية الاهتمام بالعمق الأفريقي، أن الدولة المصرية لا تقوم بما ينبغي به القيام في هذا الإطار، ولكن في حقيقة الحال منذ تولى رئيس السيسي المسؤولية وحتى الآن نجد أن أكثر التوجهات المصرية سرعة وكفاءة وقدرة كانت نحو العمق الأفريقي، بالتحديد إلى منطقة القرن الأفريقي والتعاون الكبير الذي والمتسع الذي شهدته العلاقات مع مثلا إريتريا، مع الصومال، مع جنوب السودان، مع السودان نفسه، والوقفة القوية التي تقفها الدولة المصرية إلى جوار هذا الشعب الشقيق في محنته. هنالك أيضا مسائل تنموية كبيرة قامت بها الدولة المصرية في أوغندا وفي تنزانيا، والسد الكبير الذي قامت الشركات المصرية ببنائه في تنزانيا. كل هذه التحركات المصرية نحو عمقها الأفريقي خلال الفترة الأخيرة أعتقد أن هذه مسألة لها دلالة مهمة على أن الدولة المصرية تعود بمنتهى القوة مراعاة لأمنها القومي أولا. صحيح. ثانيا، طيب أستاذ أشرف، مع ما يحدث في المنطقة، إلى أي مدى نستطيع القول أن الدولة المصرية حينما تتحرك في عمق إفريقيا فهي تحركات فيها نوع من الحكمة بشكل كبير؟ يعني بشكل آخر، ماذا يمكن أن يضيف العمق الإفريقي إلى الدولة المصرية في ظل التوتر الذي تعيشه المنطقة؟ يعني إذا نظرنا إلى التوتر الذي تعيشه المنطقة، فأعتقد أن ما يحدث في منطقة البحر الأحمر وما يحدث في دولة الصومال الشقيقة أعتقد أنه جزء لا يتجزأ من مسألة التوترات التي تشهدها المنطقة. الدولة المصرية منتبهة تماما لهذا العمق ومدى خطورته وتأثيره على أمنها القومي، خاصة ما يتعلق بالصومال ومنطقة والبحر الأحمر وتطورات التي يشهدها الممر الملاحي الأهم بالنسبة للدولة المصرية ولقناة السويس. أعتقد أننا تأثرنا كثيرا بالتغيرات التي حدثت في البحر الأحمر، وأعتقد أيضا أن التحركات المصرية القوية والسريعة والتي تتميز بكفاءة عالية في هذا الملف أعتقد أنها ستؤتي ثمرها. هذه الزيارة المهمة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى إريتريا تأتي في هذا السياق. الدولة المصرية تفتح عينا واسعة على ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، وتفتح عينا واسعة أخرى على ما يجري في منطقة القرن الأفريقي. هذه المنطقة تحديدا في حقيقة الحال بالنسبة للسادة المشاهدين ليس كل ما يعرف يقال، ولكن هذه المسألة، هذه المنطقة مرتبطة ارتباطا وثيقا للغاية بالأمن القومي المصري في حدوده العليا والأكثر أهمية. هذا التحرك من جانب الدولة المصرية إلى إريتريا ومنطقة القرن الأفريقي يأتي في هذا الإطار، وهذه المسألة يجب أن يدركها الجميع ويدرك الجميع دلالتها. الدولة المصرية تحارب في كل الجبهات من أجل الدفاع على أمنها القومي، وأمنها القومي في هذه المنطقة تحديدا هو مهم للغاية، بل على أعلى درجة من درجات الأهمية، وهذا التحرك أعتقد أنه يأتي في هذا الإطار المهم. صحيح. أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير الجمهورية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.